طبعا بنقول الحمد لله على السلامه، على سلامه البعثه اللي موجوده في الامارات. وسريعا كده معانا اول تقريرنا، نشوف اول تقرير ونرجع نتواصل. بقول لك سفريه موفقه ان شاء الله مع فريق النادي الاهلي. البعض بيراها ممكن مباراه وديه امام فريق الفجيره احتفالا باليوبيل الذهبي، لكن انتوا كلاعبين وكفريق النادي الاهلي انا عارف بتحسبوها ليكم حسابات مختلفه تماما، وجمهور الاهلي مستنيكم، فالمباراه رغم انها وديه لكن بتاخدوها بشكل رسمي. ربنا يخليك يا محمد. طبعا يمكن في البداية طبعا هو ماتش طبعا ودي، بس انت عارف النادي الاهلي على طول بيبقى بيحاول ياخد كل الماتشات بالمكسب على طول، وان شاء الله تبقى فرصة كويسة الناس كلها تبقى تلعب، وانت عارف ان شعبية النادي الاهلي كمان برا مصر كبيرة جدا، فلما بتروح حاجة زي ديت بتبقى المصريين بيبقوا مستنيين يشوفوا النادي الاهلي ويشوفوا لعيبة النادي الاهلي، فدي حاجة بتسعدنا وبتبسطنا، وتبقى برضه مسؤولية عليك ان انت على قدنا وتقدر عايز تفرح الناس الموجودة دي، وفي نفس الوقت هو تمرين كويس بالنسبة لنا لينا الناس كلها تقدر تشارك فيه، وتبقى ان شاء الله جاهزة بإذن الله لماتشات الدوري. اكيد طبعا هي قيمة النادي الاهلي دي محدش يقدر ينكرها، يعني حاجة كبيرة وحاجة اي حد بيتشرف بيها. النادي الاهلي طول عمره نادي كبير ونادي يعني عظيم زي ما بيقولوا، فان انت بتكرم او بتطلب ده طبيعي، يعني طبيعي بمكانتك وبطولاتك وبتاريخك، فالحمد لله الحمد لله ان احنا موجودين جزء من الكيان دوت، فدي حاجه شرف كبير لينا كلنا يعني. وطبعا يعني الحمد لله بحمد ربنا ان ربنا كرمنا بطوله الدوري السنه دي وبعد رجوعي الحمد لله، فدي بالنسبه لي بالنسبه انا شخصيا يعني حاجه بسطاني جدا 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 ان اول لما رجعت الحمد لله حققنا بطوله الدوري، وزي ما انت بتقول عندنا ارقام فيها كويسه جدا، ولسه بقى لنا ماتشات نقدر ان شاء الله نحقق فيها ارقام اكتر واكتر. ببارك لزمايلي كلهم، وببارك للجهاز الفني والطبي والاداري والعمال، وببارك لجمهور النادي الاهلي طبعا ان هم طبعا على طول في ظهرنا وورانا وبيساندونا، وكل الناس اللي بتشجع النادي تحب النادي، الناس كلها تعبت السنه دي وعملت اللي عليها واشتغلت واجتهدت، وكل الناس كانت بتخلص للمكان اذا كان اللي بيلعب او مش بيلعب او موجود او مش موجود، اللعيبه كلها بذلت جهد كبير جدا من اول السنه، فبطوله مهمه الحمد لله وليها طعم كمان حلو الحمد لله. كل واحد تبقى على حسب شخصيته وعلى حسب طباعه وعلى حسب هو وبيحب يبقى يعني الناس شايفاه ازاي، فانا الموضوع دوت ما يعني ببقى يعني هادي وراسي فيه شويه، ما بحبش هو يعني هو ربنا ليه حكمه في كل حاجه طبعا، وهو اللي بيقدر لنا كل حاجه، فلو مقدر لهشام ان انا الناس تعرفني والناس تبقى بتحبني وبتتابعني وبتشوفني هو ربنا هيريد، لكن انا ما اصطنعش ان انا انزل صوري في كل حته وكل حاجه انزل اتكلم واطلع في القناه دي والقناه دي والقناه اقعد، يعني هي بتبقى طباع شخصيه شويه كل واحد وحسب شخصيته، فانا في الحته دي ببقى يعني هادي شويه ومتاني فيها، وكله زي ما بقول لك كله بإرادة ربنا. ربنا لو عايزك هتبقى احسن واحد هتبقى احسن واحد، لو عايز تشير في وقت معين هيديك الشهره دي في وقت معين. بص الحمد لله الحمد لله طبعا على كل حاجه، وانا دايما بحمد ربنا لان انا مريت بحاجات اصعب من كده بكتير جدا الحمد لله، بس يعني السنه دي يمكن مش موفق شويه، بس الحمد لله اللي مخليني راضي ومبسوط ان انا يعني بعمل اللي عليا في كل وقت، وبتمرن كويس جدا وبشتغل على نفسي بره كويس جدا لو في حاجه يعني ناقصاني، بس هي ظروفي لان انا اتعورت مرتين في وقت اعتقد هو وقت وحش بالنسبه لي جدا، كنت يعني بدايه من نجم انا كنت خلاص قربت ابقى موجود، لعبت شويه في الترجي يعني ظهرت بشكل كويس جدا، كان ماتش من اصعب الماتشات وماتش صعود وفي تونس جمهور كبير وفرقه كبيره زي الترجي وتبان بالشكل دوت في وقت قليل، فالحمد لله كانت خطوه كويسه بالنسبه لي. بعديها حظي كان وحش في ماتش النجم لان انا اتصبت في اول دقيقه في اول 46 ثانيه ايديا اتكسرت ولعبت الشوط دوت وانا ايديا مكسوره، ويعني اتحملت على نفسي شويه عشان مصلحه الفرقه، لكن ما قدرتش اكمل، قعدت حوالي شهر في ايديا، وبعد كده لما رجعت بدات ادخل واحده واحده، وما بدات اوصل لفورمه كويسه ماتش الاسماعيلي برضو شاركت فيه وبرضو اتعورت فيه، يعني اول ماتش كنت اشارك فيه وتعورت فيه برضو، كان محمد فتحي دخل عليا دخلة يعني صعبة جدا، بس الحمد لله ان ربنا برضو يعني سترها معايا، يمكن اتأخرت شوية خدت برضو حوالي شهر او شهر ونص في انكر رجليا، وبعديها رجعت
الحمد لله بدأت أرجع لمستواي شوية ولما لعبت الحمد لله كنت كويس، يعني الماتشات كلها اللي لعبت ظهرت بشكل كويس والماتشات كنت في فورمة كويسة وكان أدائي كويس. وجهة نظر كابتن حسام دي طبعا أنا بحترمها جدا وما أقدرش أتدخل فيها، وقت ما بيطلب مني ألعب بلعب، وقت ما بيطلب مني أدي بأدي أو بعمل اللي عليا، فأكتر من كده أنا اللي بيطلب مني بعمله، لكن الحاجة اللي في إيدي أو الحاجة اللي أنا بقى قادر أعملها إن أنا بتمرن كويس، دي الحمد لله بخليني أنا مبسوط ومرتاح والحمد لله مش مقصر فيها. زي ما بقول لك يا محمد بعمل أقصى حاجة عندي وبحاول أطور من نفسي وبحاول أشتغل على نفسي أكتر، ولما الفرصة تجيلي بقى جاهز ليها يعني.